وزاره الاسكان، واحنا دايما بنفرح باي مساحه خضراء في اي مكان، في اي مدينه جديده، في اي محافظه. دايما المساحات الخضراء اللي احنا للاسف الشديد بنفتقدها كتير جدا الفتره الاخيره بتبقى كده زي الرئه اللي بيتنفس من خلالها المواطنين. دكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان تفقد اعمال التشطيبات الاخيره بالحديقه المركزيه اللي هيتم تنفيذها بمدينه الشيخ زايد. دي حديقه على فكره على مساحه 65 فدان. كان معاه المهندس جمال طلعت رئيس جهاز المدينة. أشار المهندس جمال طلعت إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمباني المطاعم والكافيتريات ومبنى الإدارة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. دي صور من الموقع الخاص بالحديقة المركزية في الشيخ زايد. تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية، هيبقى فيه يعني تجمع للشلالات، كمان هيبقى فيه مسارات أو تراكس، مسارات محددة للدراجات، هيبقى فيه كمان مجموعة من المطاعم والكافيتريات، يعني حديقة متكاملة. نعرف تفاصيل أكتر مع مين. أنا أكتر حاجة عجباني مسارات الدرجات. أنت عارف إحنا اتكلمنا عن المشروع ده قبل كده واتكلمنا بتفصيل كمان وقلنا هل يا جماعة التجربة دي ممكن وتقدر إن هي تتحقق ولا لأ، وقلنا تحدي لأ ليه لا ممكن ان هي فعلا، واحنا قلنا حتى هنحاول ان احنا نشارك نعملها. خلينا نعرف كل بقى ده مع المهندس جمال طلعت. معاك معانا المهندس جمال طلعت رئيس جهاز المدينه مدينه الشيخ زايد. صباح الخيرات يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. يعني حاجه حلوه كده ومفرحه، احنا شفنا دلوقتي الصور والانشاءات شغاله. احنا بنتكلم على حديقه 65 فدان، وكنت لسه وانا بتكلم قبل الخبر انه احنا يعني محتاجين جدا الحدائق دي في مصر. يعني للاسف كل شويه المساحه الخضراء بتقل، المساحه الخضراء بتقل في كل مكان. شيخ زايد مدينه جديده وواعده وفيها مساحات كمان كبيره. عايزين نتكلم اكتر عن المشروع ده والحديقه المركزيه بالشيخ زايد. زي ما حضرتك تفضلت، طبعا احنا وزاره الاسكان وتحديدا هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بتفكر دايما في محاور التنمية كلها جنب الجنب. مع احنا مش بس بنبني عمارات سكنية منشآت، لا، بس بنفكر برضو ان ازاي نجذب المواطن ان هو يبقى موجود في المدن الجديدة. فمحاور طبعا الجذب دي بتبقى منها محاور ترفيهية زي الحدائق. الحديقة مش هتبقى حديقة تقليدية زي مجرد مسطح أخضر، لا، احنا عندنا حديقة نوع تاني خالص، ويمكن ما بنشوفهاش كمان بره. دي حديقة زي ما حضرتك تفضلت مساحتها 65 فدان، مسطحات خضراء، أشجار ونباتات نادرة، مشايات نقدر الناس تتمشى فيها، تمارس رياضة المشي، مسارات للدرجات زي ما الأستاذة تفضلت. وكمان موضوع مسارات الدرجات مش جوه الحديقة بس، بره حتى في المدينة نفسها. أنا شفنا بنبتدي بالظبط اللي هيقدر دلوقتي يتابع معانا المدينة. احنا كل مشروعات الطرق بتاعة المدينة بنضيف لها بند اللي هو ايه، مسار الدراجة ايا كان، اذا كان في الجزيرة الوسطى ومحمي كويس قوي، او اذا كان عبارة عن تجهيز على الاسفلت على جانب الطريق زي ما بنشوف بره في دول اوروبيه. احنا شايفين مع حضرتك دلوقتي الصور يعني وبدايه الانشاءات في الحديقه المركزيه. المفروض تخلص امتى يا فندم؟ يعني امتى في ميعاد زمني محدد هتفتتح فيه الحديقه المركزيه؟ والله هو الـ 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 الميعاد اصلا الرسمي اللي هو بتاع الحديقه اللي مع المقاول المفروض هيبقى على شهر 3، ولكن الدكتور مصطفى مدبولي زي ما حضرتك تفضل ان هو حريص يزور الحديقه دي تقريبا كل اسبوع مره لحرصه لسرعه نهو الاعمال وافتتاحها للمواطن وتشغيلها قبل ميعادها. فان شاء الله مع نهايه السنه هتكون الحديقه جاهزه. بس ما الحديقه دي فيها. طيب باشمهندس جمال بصبح على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الخير يا اهلا بيك. انا عندي سؤالين بس سريعا جدا. السؤال الاول، تقريبا الدراسات بتقول ان تقريبا قد ايه الحديقه دي هتخدم على اشخاص؟ الرقم الثاني او السؤال الثاني عفوا، التكلفه هتبقى قد ايه يا فندم؟ لو حضرتك ممكن تقول لنا تكلفه الحديقه دي قد ايه؟ الحديقه دي مش بتخدم بس اهالي مدينه الشيخ زايد، لا، بتخدم اهالي الشيخ زايد و6 اكتوبر مناطق المحيطه، واي حد هيقدر يجي من اي منطقه، لان زي ما قلنا حديقه مساحتها 65 فدان، فاي حد من اي منطقه. تكلفه الحديقه حوالي 170 مليون جنيه. 170 مليون. 170 مليون.
الناس تفتكر ان المبلغ ده كبير، لا احنا في جنب حوالين الحديقه مساحه حوالي 58 فدان نازله معانا في مشاركه هتبدا من بكره ان شاء الله، يبقى المشاركه دي قيمتها هتعلى قوي، هعليها الحديقه. لا انا مش فاهمه يعني ايه المشاركه يا فندم. يعني احنا عندنا الحديقه دي يطل عليها مساحات خدميه تجاري واداري، يعني محلات وحاجات زي كده بتتبعوها، تجاري واداري وسياحي وفندق، تمام، بتطل عليها على الحديقه. طيب جوه الحديقه بقى نفسها هل في كافيهات ومطاعم هتتباع، يعني براندز هتيجي تشتري؟ في كافيتريات، في مطاعم، مطعم عايم، بحيرات، يعني في بحيرة جوه الحديقة نفسها، يعني في بحيرة دي صناعية. 170 مليون جنيه دول يا فندم، في دراسة بتقول ان العائد عليهم، يعني العائد منهم هيبقى برضو بيغطي بعد مثلا سنة اتنين، يعني من الحديقة نفسها ممكن خلال سنتين لثلاثة بالكثير، من الحديقة نفسها من سنتين لثلاثة. انما بقى انما العائد اللي هيجي من المشروعات اللي حوالين الحديقة هيتضاعف. طيب يا مسهل، الحديقة يا فندم، بس سؤال أخير معلش أنا آسف، الدخول مجاني طبعا، يعني أي حد أي ناس كلهم اللي موجودين الدخول هنا مجاني، مفيش أي رسوم؟ لا الدخول مش مجاني، لا برسوم عشان لا الدخول برسوم طبعا، بس رسوم بيراعى فيها كل الطبقات عشان تخش. وبعدين هيبقى في شركة لإدارة الحديقة عشان نحافظ عليها على طول تبقى بجمالها ورونقها زي ما افتتحناها بالظبط. يعني هنا هيبقى في رسوم، بس رسوم يعني في حدود المعقول عشان الشرائح كلها والناس كلها ما تبقاش حديقه. الواحد بيخاف شويه ساعات يا فندم اننا نتكلم او يبان ان الحديقه دي موجهه لفئه معينه للناس، مش لكل الناس. لا يا فندم، لا كل الفئات هتخش الحديقه. وجوه الحديقه تمام. بقى هنلاقي بقى مناطق لعب اطفال، مناطق مفتوحه، تمام، في مطاعم عايزه اطمئن، وفي شلالات وبحيره صناعيه وحاجه محترمه جدا. والحديقه بالكامل جميل، بتضاء والطاقه بتاعتها بشكرك 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 شكرا جزيلا. وزي ما قلت لنا اخر السنه دي، يعني مش هيبقى شهر ثلاثه اخر السنه طلعت رئيس جهاز المدينه، ودي خطوه جيده، لان احنا كان عندنا في مصر برضو ثقافه ان انا عشان عايز اخرج عايز اكل او عايز اشرب، يعني نروح مطاعم او كافيهات، فمنفذ جديد او متنفذ جديد، متنزه جديد ان احنا يبقى عندنا حاجه زي كده.